يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الاثنين طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوك البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة 18-12، الإسكندرية 18-11، مطروح 17-10، بورسعيد 19-12، والإسماعيلية 19-11. ونذهب إلى السويس. السويس 19-11، العريش 18-10، طابة 18-12، شرم الشيخ 23-14، والغردقة 23-14. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر 22-8، أسوان 23-8، الوادي الجديد 21-5، شلاتين 26-17، وأخيراً حلايب 24-18. والآن مشاهدينا نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.